السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض إزاي نعمل سكادول للشبابيك ويندوز. فأروح الفيو وأقول له أنا عايز سكادول، وأقول له أنا عايز سكادولز أند كوانتيتيز، وأبدأ أختار الأرتكش اللي تكون متعلم عليها هنا، وأبدأ أختار الويندوز. هنا ده الاسم بتاعه، تقدر تغير الاسم. هنا ده بيقول لك أنت عايز سكادول عادي ولا سكادول كي. سكادول كي بيسهل لك الشغل شوية، هو سكادول فرعي ببدأ احطه في قلب السكادول اللي انا هشتغل فيه. وبعد كده الفيسز، تمام، ممكن يكون عندي اكتر من فيسز. الفيس دي يعني مثلا ممكن المشروع هيتم على 3 مراحل، فانا عايز احصر المرحلة الاولانية والمرحلة التانية والمرحلة التالتة، او في حاجات متنفذة فعلا فعايز احصر حاجات متنفذة دي لوحديها، فهقول له نيو كونستراكشن. ممكن تلاقي الويندوز بقت عندك بصفر رغم ان في ويندوز، لان انت مختار فيسز مش مظبوطة. اقول له اوكي وابدا بقى اختار اللي انا عايزه. يعني كنا استنى الفاميلي اند تايب، الكوست، الكاونت، ممكن ايمج، وتدخل صور في قلب الاسكادول. ممكن تختار مثلا السيل هاي، التايب ايمج، الويت يبقى نختار الهاي معاها، وهكذا. هنا تقدر تعمل اديت للبارامتر دوت، تعدل فيه او تلغيه لو انت عايز. هنا تقدر تعمل انكلود اليمنت ان لينك، لو في لينك موجود وفي بعض العناصر خاصة بالابواب بالشبابيك تقدر تدخلها معاك. لو دوست على واحد فيهم مرتين هيرجع هنا. ممكن تقول بقى فروم روم، يعني الشباك ده بيفتح من انهي غرفة لانهي غرفة، وتو روم. وبعد كده تقدر تعمل بارامتر معين، مثلا اسم حاجة معينة، وهل هي تايب ولا انستنس، يعني هل هي خاصة بنوع الفاميلي ديت، التايب الفاميلي دوت، بحيث ان لو اتعدلت تعدل في كله، ولا انستنس خاص بالعنصر دوت. يعني الشبابيك مثلا التايب ممكن مثلا الارتفاع والويث، دي حاجة ثابتة، انما الانستنس ممكن مثلا مكانها فين، في انهي غرفة، رقمها كام، وهكذا. الديسيبلين هتحدد بقى الدايمنشن، هل هو دايمنشن ولا تكست. ممكن نقول له انا عايز ده تكست عادي، فيبدأ يبقى تكست. اوكي تمام، اقول له اوكي، يبدأ يظهر لي الاسكادول التراتيت. هل مفيش نوافذ؟ طيب تعال نشوف. ده ملف انشائي مفيهوش نوافذ. طيب خلينا نبدأ نرسم وول. واقول له نحط ويندو، بيقول لي مفيش ويندو في الملف دوت. نحمل الفاميلي، تمام. او ممكن نعمل حاجة تانية، خلينا نعمل حاجة تانية بدل ما نقعد نحمل الفاميلي، او خلينا نحمل فاميلي واحدة بس. وبعد كده نسحب ملف المعماري لينك، يعني احنا بنجرب حاجات عملية ممكن تحصل للواحد. ده منتج مش هنلاقي فيه، هنلاقي هنا مثلا ويندوز، ممكن نحمل اكتر من واحدة. بيقول لي ان الفاميلي ديت مش ويندوز، تمام. طيب الفاميلي دي مظبطناها سكاي لايت، يعني لازم في سقف، هو تقريبا اللي احنا خدناه. دي ممكن تتحمل هي بدون مشاكل، تمام. ده يكفي ان هو يفعل السكادول بتاعنا، تمام. لما تيجي هنا هتلاقي الاتنين دول ظهر. طيب خلينا بقى نجرب حاجة تانية، وهي ان انا اقول له انسيرت، وادخل ملف ريفيت. طبعا الحاجات دي هتلاقيها موجودة على سي بروجرام فايل اوتو ديسك ريفيت 2019 سامبلز. ممكن نختار الملف دوت واقول له اورجن،
ده انا مجرب بس ايه ان احنا نجرب ازاي نعمل سكادول ويكون فيه عناصر موجودة في ملف اخر. تمام، بدأ يظهر المعماري معايا. طيب انا مش مهم عندي غير الاسكادول. تعال نشوف الاسكادول. تمام، ما ظهرش حاجه خالص. ليه بقى؟ لان احنا مش معلمين على دوت include elements in link. وخلينا نيجي هنا واقول له ريفت لينك، واقول له هات لي الفايل نيم والنيم، بحيث لو انا عندي اكتر من ملف يبدأ يجيبهم لي. ادي بقى الحاجات اللي كلها اللي موجوده في المعماري. اي وقت ممكن تدوس على واحد فيهم وتقول له هايلايت الموديل اللي يبدأ يجيب لك الحاجات ديت. تمام، طيب ممكن ارتبهم، اقول له اديت وابدا اقول له فلتر. اقول له مثلا انا عايز بس الحاجات اللي هي من الريفت لينك اللي هو اللي اسمه اكس مثلا، فيبدا يجيب لي بس الملف دوت. تمام، ممكن اقول له سورتنج اند جروبنج، ابدا رتبهم لي في جروب. على سبيل المثال مثلا رتبهم لي، لان هو هنا جايبهم لي واحد واحد، فانا اقول له لا رتبهم لي حسب ال فاهم. طيب واشيل علامه الاتمايز. تعال نشوف ايه اللي حصل. اتمايز حسب الفاميلي اند. طيب، طب حسب ال الفاميلي الفلتر. مش كده، فلتر احنا عملنا فلتر وما عملناهوش، ما فعلناهوش. فاهم الان؟ طيب عادي، بقول له اوكي وظهر لي جراند توتال العدد بتاعهم في الاخر. هيبدا يقول لي ان النوع دوت موجود منه 19، النوع ده موجود منه واحد، اللي احنا الاتنين دول اللي احنا حطيناهم، وده اللي في الملف بتاع اللينك. تمام، تقدر تيجي هنا وتقول له مثلا انا عايز اظبط الفورماتنج، يعني ده بدل ما فاميلي عايز اسميها مثلا فاميلي اكس مثلا. تمام، وخليها هوريزونتال ولا فيرتيكال. هوريزونتال وفيرتيكال دي هتبان لما تيجي تحطها في الشيت. المحاذاه هتخليها يمين شمال في النص زي ما انت عايز. العنصر ده عايز يبقى موجود بس هيدن. تمام، ممكن تقول له انا عايز الويتس مثلا، انت بتحسب بقى اي حاجه بالمليمتر؟ لا، احسبها لي مثلا بالبوصه، ما تحسبش بالطريقه العاديه، خليها بالانش، واعمل لي تقريب لكذا، اقرب 10 او اقرب 100 كوردينيشن. دي بتحط شرط مثلا، لو هو بيساوي رقم معين ادي له معين. تمام، لو الهاي بيساوي مثلا من كذا لكذا ادي له لون احمر، فده بيسهل لك ان تحصل تلاقي الحاجه اللي انت عايزها. تمام، وبعد كده الابيرنس ده شكل الفونت والخطوط. تبقى مثلا انت عايز تستخدم انهي فونت؟ طب انت عايز تستخدم الخط مثلا تقيل خفيف؟ طب الاوت لاين هيبقى لونه ايه؟ كل الحاجات دي هتبان معاك لو انت بتعمل حطيته الجدول ده في قلب الشيت. لو جيت كده قلت له اوكي، اسحب الويندو سكادول، يظهر معاك بالشكل دوت. تقدر تسحب من هنا بحيث ان مثلا ديت عايز تعمل تظبطها كده، دي هي الفاميلي اكس اللي احنا قلنا عليها. تمام، تقدر في اي وقت تدوس على السكادول مرتين تلاقي نفسك دخلت جوه السكادول، تعدل زي ما انت عايز. وفي اي وقت تقدر تيجي وتحذف اي حاجه انت مش عايزها تخليها هنا. تقدر في اي وقت تخش هنا في الفورماتنج، تقدر تعدل يعني السكادر بالثابت، تقدر تعدله وتقدر تنقله من مكان لمكان. يعني لو انت اشتغلت في مشروع وعايز تنقل السكادر ده من مكان لمكان، كل اللي انت عليك هتيجي هنا انسرت، وهتقول انا عايز انسرت فروم فايل، بس يكون واقف في لوحه عاديه. تقدر من خلال انسرت فروم فايل ده تسحب السكادر بتاعك. تمام، تقدر تختار اي ملف وليكن مثلا ماشي دوت. تمام، لو في سكادولات او في شتات هيبدا يقول لك ان انت تقدر تسحبهم وتدخلهم في الملف اللي انت شغال فيه. تقدر تعلم على السكادول اهوت وتقول له اوكي، بقى السكادول ده موجود معاك في قلب المشروع. فالسكادول بتعمله مره واحده وتنقله من مشروع لمشروع.